هنتكلم النهاردة عن مركب الأزيدين. هنعرف السنس اوف أزيدين و رياكشن اوف أزيدين للأكسديشن والريدكشن، وكمان الرينج اكسبانشن اوف أزيدين عشان نكون الهيترو سايكل كومباوند اللي هي الكينولين. الأزيدين هو مركب عضوي صيغته الجزيئية C8H5N2O، found in plants of genus ISATIN و found as a metabolic adrenaline in human. The structure of ISATIN هو عبارة عن اندول وكيتون جروب present في الواي لاكتام و fused with بنزين رينج. تحضير الإزدن، الطريقة الكلاسيكية لتحضير الإزدن هي طريقة ساند مير. بنستخدم برايمر أرايل أمين اللي هو الأنيلين أو أنيلين ديريفاتيف، ونستخدم رياجنت كلور هيدريت وهيدروكسيل أمين هيدروكلورايد وصوديوم سلفيت. بيتكون عندنا انترميديت كومباوند اللي هو الايزونيتروزو اسيتانولايت. بعد كده بيحصل الكتروفيليك سايكلايزيشن انهانسد باي سترونج اسيد زي السلفوريك اسيد، بيتكون عندنا مركب الازيتين. طريقه ساند مير طريقه نوت اكسبنسيف وجيف هاي ييلد بات دازنت ورك ويل فور ميثوكسي انيلين. عشان كده في طريقتين تاني لتحضير الازيتين، هما ستول بروسيجر وجاز مان بروسيجر. في كل الطرق بنبدأ بالأنيلين أو الأنيلين ديريفاتيف أز أ سبستريت مع تغيير الرياجنت. رياكتيفيتي أوف إزيدين، الإزيدين إز أ هايلي رياكتيف كومباوند، بيستخدم في الأورجانيك كيمستري أز إلكتروفيل ونيوكليفيل وتحضير العديد من مركبات الهيتيرو سايكليك. أوكسيديشن أوف إزيدين، أكسدة الإزيدين بتدي برودكتس مختلفة على حسب اختلاف الرياجنت. لو اكسدنا الازيتين بهيدروجين بيروكسيد او كروميك انهيدرايد، بيتكون عندنا انهيدرايد زي الايزاتويك انهيدرايد. لو اكسدناه باستخدام اليوريا هيدروجين بيروكسيد كومبلكس، بيتكون عندنا اسيد زي الانثرانيليك اسيد. دي طريقة ايكونومي ومفيدة للبيئة. ريدكشن اوف ازيدين، اختزال الازيدين بيؤدي لتقويم مركبات الاندولز والاوكسندولز. ممكن نختزل الازيدين باستخدام الليثيوم الومنيوم هيدرايد في وجود البايريدين، وده بيدي مودريت ييلد. او ممكن نستخدم التي اتش اف از سولفنت وده بيدي بيتر ييلد. كمان ممكن نعمل الكايليشن للازيدين على الكربون رقم 3 او النيتروجين رقم 1. بعد كده نعمل ريدكشن باستخدام الميثال هيدرايد، ده يؤدي لتكوين 1 أو 3 الكايل اندول. الرينج اكسبانشن في ازيتين عشان نكون الكينولين. اولا الكينولين دي هي مركبات لها مية بيولوجية كبيرة، بتستخدم از انتي مالاريال وانتي بكتيريال وانتي ازماتيك وانتي هايبرتنسيف وانتي انفلماتوري. كمان هي بتكون ستارتنج ماتيريال في تحضير العديد من المركبات زي النانو والميزو ستراكشر. تلخيص الازيدين، هو زي ما قلنا هو مركب عضوي بيتكون من اندول وكيتون جروب وفينايل رينج. هو مركب هايلي رياكتيف، بيستخدم از الكتروفيل ونيوكلوفيل، ويستخدم في تحضير العديد من المركبات الهيتيروسايكل.